بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله البروفيترول. عندنا نص كوبايه دقيق مقلبين عليهم معلقه كبيره نشا وربع معلقه صغيره ملح ونص معلقه صغيره سكر، وهنقلب كله مع بعضه كويس. عندنا 125 مللي حليب، ده حوالي نص كوبايه وعليهم معلقه كبيره وربع كوبايه زبده. هنحطهم على النار لحد ما يبداوا يغلوا معانا. هي ابتدت تغلي معانا، هنحط الدقيق مره واحده وهنبدأ نقلبه معلقه خشب. لحد ما يستوي معانا خالص. وهنفضل نقلب فيها حوالي دقيقتين ثلاثة لحد ما نتأكد ان العجينة استوت معانا. خلاص كده العجينة خلصت معانا، هنفضيها في الطبق اللي هنعجن فيه. وهنقلبها شوية عشان نخرج السخونية منها. خلاص كده بردنا العجينة لحد ما بقت دافية معانا، وهنبدأ نحط البيض بيضة بيضة ونقلب لحد ما كل بيضة تختفي، وبعد كده نحط اللي بعدها. كده حطينا البيضة التالتة، ولما نحطها قبل ما نقلب هنحط نص معلقة صغيرة فانيليا وهنبدأ نقلب. خلاص كده العجينة خلصت معانا، ولازم تبقى ناعمة جدا كده، وبتختلف طبعا عن عجينة بلح الشام اللي هي بتبقى ناشفة شوية عن كده. وبعد كده هنعبي العجينة في كيس حلواني مركبين فيه بلبلة ضيقة بالشكل ده، وهنقطع البروفيترول بالشكل ده. وهنسخن الفرن على درجة حرارة 180 وهندخلهم فيه. خلاص كده البروفيترول خرج معانا من الفرن بعد حوالي تلت ساعة. بعد ما تبرد معانا هنبدأ نفتحها فتحة صغيرة بحيث تتفتح معانا من جوه بالشكل ده. وعندنا كاستر هنحشي بيه البروفيترول بالشكل ده. وهنضغط عليه. وهنحط على البروفيترول من فوق قيود شوكولاتة. بالشكل ده. وخلاص كده خلصت معانا، جربوها وان شاء الله تعجبكم.